إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخواننا، لابد نخاف من الشرك. لماذا يا أخي؟ هذا الأخ، أعطيني القلم. القلم أعطيناه. أيوة، خلي معك يا شيخ محمد. تمام. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الشرك وحذرنا منه، وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني شرك أكبر وشرك أصغر، ويغفر ما دون ذلك، يعني من الصغائر والكبائر على قول، على قول، لأن الكبائر فيها قول أنها لا تغفر بالعمل الصالح، لا بد لها من توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها. وسيأتي معنا مبحث كامل في الكبائر. وفي الآخرة صاحب الكبيرة تحت المشيئة، أما صاحب الشرك الأصغر يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني سواء كان من الشرك الأكبر فهو يخلد خلود أبدا في النار إذا مات عليه، لكن إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وباب التوبة مفتوح، يغلق باب التوبة إما بطلوع الشمس مغربها أو بأن تحضر الوفاة يغرغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام. إذن حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو عليه الصلاة والسلام يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك، بل كما قال ابن القيم رحمه الله أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لا تخلو منه آية. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لا تخلو منه آية ولا آية. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت في وصف الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن خوفنا الله سبحانه وتعالى من الشرك، وقلنا ممكن وأنت في الطريق يسألك سائل وقال: هل أنت مشرك؟ تقول: لا. طيب، يقول: ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ لابد تعرفه، ولا لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لابد نخاف من الشرك. كيف نخاف من الشرك؟ من يعرف؟ ممكن يسألك سؤال يقول: تخاف من الشرك؟ تقول: نعم. يقول: كيف؟ أريد أخاف مثلك، علمني كيف نخاف من الشرك. من يعرف كيف نخاف من الشرك؟ أخواننا، لا لا لا، برفع الإصبع. كيف نخاف من الشرك؟ ما تخافوا من الشرك؟ يلا يا أخي، وش فيك خايف هكذا أنت؟ أساعدك أنا إن شاء الله. يقول: أولا بدراسة التوحيد، أدرس التوحيد. يا رجل، وين رايح؟ أولا أنا ساعدك، الله يهديك، تتركني وتجلس؟ أولا بدراسة التوحيد، أدرس التوحيد أولا، الثاني بدراسة الشرك حتى لا أقع فيه، صح أو لا؟ أي نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما خاف عليكم، صح؟ قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، صحيح أو لا؟ أي نعم. بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك، بالدعاء. قال: بماذا أدعو؟ قال: تدعو بما دعا به الخليل عليه السلام:
أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خليل الله أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده ويخاف، أنت من باب أولى. صح، وبعض الناس لم يخطر يوما من الأيام على بال أن يدعو بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صح، بماذا دعا يا شيخ سعود؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا بدعاء خليل أثنى الله عليه، وإبراهيم الذي وفى أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده، حقق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان يقول انتبه، هذا الخليل هذا الإمام يخاف، إذن أنت من باب أولى. قال: واجنبني، هذا أبلغ في البعد عنهم وفيه البراءة من الشرك وأهله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما. قال: اجنبني، يعني اجعل عباد هؤلاء في جانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أراهم. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال: إذا رأيت الكافر غمضت عيني مخافة أرى عدو الله. يقول: ما أريد أراه. هذا من باب إيش؟ الإعجاب والاقترار بهم ومشاركة هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم وفي طقوسهم. أما الدعوة هذا أمر آخر، مفهوم؟ قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني: أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. فكيف تعجب به وتقتر به؟ هذا أمر وهذا أمر. وانقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين وسط: قسم يتعرض الكفار بالقتل والسب والشتم وأخذ الأموال، نعم، وقسم يشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم وفي لباسهم وكأس العالم وصارع الحرة وحدث ولا حرج، ووسط لا إفراط ولا تفريط. لا يمكن أن نشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في الشركيات في البدع. مع هذا أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى: أفي لهم بالعهود. صح، لا بد أن المسلم ينصح للكافر، لا تغش الكافر. كيف تغش الكافر وتقول له إيش؟ سنة سعيدة. لا، تقول: أنا أخاف عليك من النار، هذه السنة لو كانت على الكفر فهي سنة تعيسة عليك. صح أو لا؟ كيف تقول له سنة سعيدة يا أخي؟ اتق الله. تمام، إذن بالدعاء، بالبراءة من الشرك وأهله، بالبعد عنهم وعدم مشاركة الكفار في عيادهم في احتفالاتهم في الطقوس في الشركيات في البدع. جزاك الله خيرا. نعم، قال، تعيد مرة أخرى بالله: